أسعد الله صباحكم طلاب الصف الخامس. بدنا نكمل مع بعض درسنا في العمل حياة. نكمل مع بعض يا خامس. افتح كتابك على صفحة 37. افتح على صفحة 37. أخذنا الحصة الماضية، أخذنا كلمات فيها حروف تلفظ ولا تكتب. طبعا في العمل حياة تحدثنا عن حبة القمح وعن قطرة الماء وكيف رأت نفسها أنها قليلة الشأن. أخذنا المذكر والمؤنث وعرفنا علامات التأنيث، الألف الممدودة والألف المقصورة والتاء المربوطة، وهناك كلمات شاذة وتعرفنا عليها. أخذنا أيضا كلمات فيها حروف تنفض ولا تكتب، تعرفنا على هذه الكلمات وحلينا التدريبات، وكان عندكم سؤال في الدوسية واجب. الآن أعزائي سأتطرق معكم إلى قراءة النص الذي أمامنا. طبعا في أمامي نص مختارات من لغتنا الجميلة. هذا النص قراءة وليس حفظ، قراءة وليس حفظ. طبعا راح أقرأ أنا وياكم، في كلمات راح تلاحظوها أنها صعبة، بس مع الممارسة مع القراءة إن شاء الله راح تكون سهلة وسلسة. راح أعطيكم اسم الشاعر، راح أشرح لكم القصيدة بإذن الله تعالى وراح تفهموها جيدا ونأخذ المعاني أيضا. انتبه يا خامس، يلا مع بعض. التينة الحمقاء عنوان النص، التينة الحمقاء. راح نقرأ ونفهم بعدين شو يعني تينة حمقاء. وتينة غضت الأفنان باسقة، وتينة غضت الأفنان باسقة، قالت لأترابها والصيف يحتضر، قالت لأترابها والصيف يحتضر، لأحبسن على نفسي عوارفها، لأحبسن على نفسي عوارفها، فلا يبين لها في غيرها أثر، فلا يبين لها في غيرها أثر، كم ذا أكلف نفسي فوق طاقتها، كم ذا أكلف نفسي فوق طاقتها، وليس لي بل لغيري الفيء والثمر، وليس لي بل لغيري الفيء والثمر، لذي الجناح وذي الأطفال بي وطر، لذي الجناح وذي الأطفال بي وطر، وليس في العيش لي فيما أرى وطر، وليس في العيش لي فيما أرى وطر، إني مفصلة ظلي على جسدي فلا يكون به طول ولا قصر، إني مفصلة ظلي على جسدي فلا يكون به طول ولا قصر، ولست مثمرة إلا على ثقة، ولست مثمرة مثمرة إلا على ثقة، أن ليس يطرقني طير ولا بشر، أن ليس يطرقني طير ولا بشر، عاد الربيع إلى الدنيا بموكبه، عاد الربيع إلى الدنيا بموكبه، فزينت واكتست بالسندس الشجر، فزينت واكتست بالسندس الشجر، وظلت التينة الحمقاء عارية، وظلت التينة الحمقاء عارية، كأنها وتد في الأرض أو حجر، كأنها وتد في الأرض أو حجر، ولم يطق صاحب البستان رؤيتها، ولم يطق صاحب البستان رؤيتها، فاشتثها فهوت في النار تستعر، فاشتثها فهوت في النار تستعر، من ليس يسخو بما تسخو الحياة به، من ليس يسخو بما تسخو الحياة به، فإنه أحمق بالحرص ينتحر، فإنه أحمق بالحرص ينتحر. أعزائي خامس، هذه القصيدة حاولوا أنكم تقرؤوها، القصيدة جدا ممتعة، ستستمعون إلى الشرح الآن وتفهمونها وستجدون أن بها فعلا متعة. طبعا للشاعر إيليا أبو ماضي، احفظ الاسم إيليا أبو ماضي، من ديوان الجداول، الكتاب تبعه الديوان اسمه الجداول.
طبعا بدنا ناخذ المعاني. راح اعطيكم المعاني الان، راح اعطيكم المعاني. هذه هي المعاني، المعاني اللي امامك. قلنا غضة يعني طرية ولينة، الافنان اللي هي الاغصان، واترابها الترب معناه المماثل في السن، يعني الاثنين التوائم زي حسام ووسام مماثلين في السن، يعني نفس العمر، مماثل في السن بيسموه ترب باللغة العربية. يحتضر أي ينتهي، في عندي والصيف يحتضر أي ينتهي. عوارفها أي الإحسان، العوارف الإحسان. يبين يعني يظهر، يعني يبين يظهر. الفيء بنعرف كلنا أنه معناه الظل. الجناح اللي هو الطير. عندي كمان ذي الأطفار يعني الإنسان، مقصود به الإنسان. له وطر، الوطر هو المكان، المكان. السندس أعزائي هو الحرير، نوع من الحرير أو الحرير. وتد، نعرف أنه الوتد هو اللي بنحط للخيمة، الوتد اللي هو عود من الخشب مثلا، اللي هو قطعة من الخشب أو عود من الخشب الوتد. اشتتها أي قلعها، قلعها من أرضها. اشتتها أي قلعها. هوت، معنى هوت أي سقطت، سقطت. يسخو، يسخو هنا أعزائي من السخاء، يعني العطاء، السخاء أو العطاء. الآن أعزائي خامس رح ناخذ مع بعض شرح للقصيدة، شرح القصيدة اللي أمامنا. يقول الشاعر وتينة إلي أبو ماضي، يقول في ديوانه الجداول: وتينة غضت الأفنان باسقة، باسقة. يقول هنا أن هذه التينة تمتاز بليونة أغصانها وارتفاعها الشاهق، أي أنها لينة وطرية وطويلة الأغصان. تتحدث هذه التينة مع زميلاتها في أواخر الصيف، في آخر فصل الصيف وهو يحتضر، يعني بيخلص انتهى. لأحبسن على نفسي، هي القول، إيش قالت التينة؟ لأحبسن على نفسي عوارفها، يعني حكت إنه لأحبسن على نفسي، أي قررت هنا أن تحبس نفسها، أي نفعها وإحسانها، يعني تمرها، بحيث لا يكون له أثر، بحيث لا يكون له أثر، فلا يبين لها في غيرها أثره، حتى ما يبين إلي أثر عند هؤلاء الناس. كم ذا أكلف نفسي فوق طاقتها، بتحكي لهم أنا كلفت نفسي كثير، أنا تحملت كثير فوق طاقتي، والكثير من الجهد والمشقة من أجل إخراج الثمار، من أجل إخراج الثمار، ومد الظل حتى تمد ظلها للآخرين على الأرض، وهذا ما أجد فيه نفعا لي، ما لم، وهذا ما لا أجد فيه نفعا لنفسي بل لغيري، وليس لي بل لغيري الفيء والثمر. يعني هي بتحاول تكبر وتتعب نفسها وتكون طويلة حتى تعمل فيء، يعني ظل للآخرين، وتعمل ثمر أيضا، تنتج ثمر كذلك للناس الأخرى، هي مش مستفيدة من هذا الشيء، هي تقول ذلك. في البيت الرابع حبايبي خامس: لدي لذي الجناح وذي الأطفال بي وطر. حكينا ذي الجناح المقصود به الطير، وذي الأطفال حكينا هو الإنسان. ذي الجناح يعني صاحب الجناح، والإنسان بي وطر أي بي مكان، أي أن الطير والبشر يحتاجونها، وأنا لا رأي لي ولا أحتاج لأحد بهذه الحياة، أنا هم محتاجيني وأنا ما بحتاج حدا بهاي الحياة، وليس في العيش لي فيما أرى وطر، وما إلي مكان في العيش في هذه الحياة. إني مفصلة، إني مفصلة ظلي على جسدي. هنا تقول سوف أجعل ظلي على قدر ساقي، يعني خلي ظلي صغير فقط، لا أطول ولا أقصر، لا أطول ولا أقصر، فلا يكون به طول ولا قصر. وبدها تخلي ظلها صغير، يعني ما بدها تكون شجرة كبيرة ظل تعمل ظل الناس، سيبقى ظلها قصير، سيبقى ظلها قصير على قدر ساقها. في البيت السادس أعزائي خامس: ولست مثمرة إلا على ثقة أن ليس يطرقني طير ولا بشر. لست مثمرة،
بتحكي هي انها انا لا اريد ان اثمر، ما بدي اطلع تمر، ما بدي اطلع تين، ولن اثمر مره اخرى الا بعد التاكد من انه لن ياكلني طير ولا بشر. ما بدها تطلع تين، ما بدها تثمر حتى تتاكد انه ما حدا راح ياكلها، لا طير ولا بشر ولا انسان. عاد الربيع الى الدنيا بموكبه، عاد الربيع الى الدنيا بموكبه. هون تتحدث في البيت السابع. فلما اقبل الربيع بجماله وروعته يا خامس ومنظره البديع، واخذت الارض زخرفها فزينت واكتست، اكتست يعني تزينت الارض بالسندس بالحرير، زينت الارض بالورد الشجر، واخذت الارض زخرفها وزينت بالخضره والازهار والثمار. طب نعرف احنا طبعا فصل الربيع كيف بيكون، كله ازهار وثمار وخضار ممتع.